طب محمد، انت كل يوم ليك ميعاد معين؟ انا كل يوم الساعه 7:30، اللي هو يعتبر بدايه الحظر، لغايه الساعه 8 او بكتير او 8 وربع. ده ده الوقت. الميعاد اللي هو بعد صلاه العشاء على طول. ومؤخرا بقيت اعمل ان انا ممكن اشغل دعاء في الاول برضو عشان الموضوع اللي احنا فيه، وبعد كده بنبدا نشتغل لغايه ما الحظر ينتهي يعني ان شاء الله. بس بحاول على قد ما اقدر، يعني كل ليا دور يعني كعازف، يعني ان انا اكسر الملل عند الناس، ويا ريت يعني كذا حد يعمل كده، عازفين او مغنيين او حتى حد بيقول ابتهالات، ان يعمل ده يعني في البلكونه عنده.